هي الجندي المجهول في حياة عمرو دياب الفنية، قدرت تسرق قلب مصطفى شعبان وتغير فكرته عن الجواز بعد ما وصل سنه 53 سنة. وبعد ما كان أشهر عازب في الوسط الفني دخل معها خلاص القفص الذهبي. هدى الناظر عروسة مصطفى شعبان كانت شغالة في الإعلانات قبل ما تبقى مديرة أعمال للفنانين. مين هي نص التاني؟ ازاي اتجوزها والوحيدة اللي حبها واتجوزها في سنه ده؟ وايه علاقتها بعمرو دياب؟ والمفاجأة انهم ما عملوش فرح. من النهاردة هتكون هدى الناظر مديرة اعمال مصطفى شعبان بره البيت وجواه كمان، وجايز ما تشتغلش مع حد غيره ويبقى زيتهم في ضيقهم. والساعات اللي فاتت اتصدروا ترند من جديد واتقال انهم اتجوزوا، رغم ان من حوالي شهرين اتقال نفس الكلام وان في علاقة بينهم ومرتبطين. وحسب ما نشر موقع لها ان هدى ظهرت ونفت اللي اتقال واكدت انها شائعات ملهاش اساس من الصحة. المرة دي مفيش حد فيهم طلع لسه اكد او نفى الخبر، ولكن الكل فرحان ليهم جدا. ولكن فجأة قال انهم مش هيعملوا كتب كتاب واللي بينهم انتهى، وبكده هتكون المرة التانية لمصطفى شعبان انه يخطب ويدخل في علاقة وينفصل. ولكن الموضوع ما كانش كده خالص. كل الحكاية ان حصل ظرف قهري عند مصطفى شعبان ووالده تعب فجأة واتنقل للمستشفى في الوقت اللي كان خلاص بيجهز لكتب كتابه على هدى الناظر، وحالته الصحية اتطورت ودخل العناية المركزة، فما كانش وقته خالص يفرح اكيد. ووالده مستني اللحظة دي من سنين، وحصل خلاص واتجوزوا ولكن ما عملوش فرح، عملوا كتب كتاب على الضيق خالص وعزموا المقربين قوي منهم. الكل كان منتظر الفرح وكانوا متوقعين انه هيكون على اعلى مستوى، ولكن هم حبوا يتجوزوا في هدوء ويسافروا يحتفلوا برا مصر بشهر العسل. مصطفى شعبان رغم انه من اشهر عزاب الوسط الفني وعلى راس القايمه، ولكن هو في الحقيقه ما ارتبطش غير مره واحده في 2006 لبنت من خارج الوسط الفني وما حصلش نصيب، ومن وقتها صرف نظر عن الموضوع ولو جه تمام وما جاش هو مبسوط كسنجل. وفي لقاء قبل كده وحسب ما نشر موقع المصري اليوم قال انا عازب علشان نصيب ولسه ما جاش. السنجل ليها جوانب ايجابيه وجوانب ناقصه، وانا خطبت مره زمان في 2006 لكن ما تفهمناش وكنا صغيرين وبيحصل لي شائعات كتير وما بقتش تشغلني ابدا. لكن المره دي مش شائعه، ومن لحظه انتشار الخبر والكل بيسال من عروسته وايه علاقتها بعمرو دياب. هدى الناظر سيده اعمال مصريه اتولدت في القاهره 1982، حصلت على شهاده البكالوريوس في اداره الاعمال من الجامعه الامريكيه بالقاهره في 2006، وبدات مسيرتها المهنيه في مجال الاعلانات قبل الانتقال الى مجال اداره الاعمال الفنيه. اتولت هدى الناظر مسؤوليه اداره اعمال عمرو دياب لسنين كتير من 2007 ل 2018، ولقبت بالجندي المجهول في حياته، وتولت مناصب كتير خلال رحله تعاونها مع عمرو دياب، منها مديره اذاعه دياب اف ام وشركه نايكا المتحدثه الاعلاميه باسمه. ولكن حصلت بينهم خلافات بسبب دينا الشربيني وانها السبب في تخليه عنها وقت ما كان متجوزها، وانتهى بكده التعاقد بينهم. اتصدرت هدى ترند من فتره لما تم اتهامها بصفع احد محبي عمرو في حفل غنائي. تفتكروا هيرجعوا يعملوا فرح كبير ولا هيكتفوا بكتب الكتاب وبس؟ خاصه ان مصطفى شعبان بيستعد لحفل تكريمه في الجزائر الايام اللي جايه، فهل هيطلعوا يعلنوا ولا هتكون شائعات برضه؟ مستنيين رايكم في التعليقات.